زياد نبارك لك الفوز اليوم. الله يبارك فيك. ثاني مشاركة في السعودية، ثاني انتصار، ماذا يعني لك هذا؟ أول شيء أبغى أشكر المملكة العربية السعودية، وأبغى أشكر الملك سلمان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لهذه الفرصة، وأبغى أشكر الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة للثقة، وإن شاء الله هذه البداية، هذه بس البداية للمملكة والبداية للفخر والانبساط للمملكة العربية السعودية والجمهور السعودي إن شاء الله. وش الطموحات القادمة عند الكابتن زياد؟ الطموحات أكبر وأكبر وأصعب وأصعب مثل اليوم. We showed a hard fight، وهذا اللي أنا أبغى أسويه للمملكة العربية السعودية، بس المرة دي دوليا بأوروبا بأمريكا، هذا اللي أبغى أسويه إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله.